ونص لازم نحكيها بيها وبيها 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 كلمه تصبر على اولها بالنص راح تعرف تاليها وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الاحوال ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق امال والله نركب طياره واسوي لي اشاره وشيرها من زخم للبصرة والعمارة حط الساعد فوق الساعد صفق صف وما نتباعد يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد بس حط ايدك انت بدي من ونص ما نحجي الواحد من ولاد وانت وياه من الوطن احنا بيدي ونص لازم نحكيها بيها وبيها 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 كلمة تصبر على أولها بالنص راح تعرف تاليها وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال ولكن من يعد يعد ينجز ويحقق أمال والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة حط الساعد فوق الساعد صفق صف وما نتباعد يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد بس حط ايدك انت بدي من ونص ما نحجي الواحد من ولاد وانت وياه من الوطن احنا بيدي حياكم الله مشاهدينا الكرام اهلا بكم كلمه ونص والبدايه من الموجز الموازنه تعطلت والحكومه تعول على الامر الولائي ماكو موازنه هذا اللي افتهمناه او بالاحرى تعطلت الموازنه الى اشعار اخر هذا الاشعار مقترن بحالتين الاولى انتظار صدور تعليمات من وزارة التخطيط ووزارة المالية وهذول الجو لديهم مشوش لان متعلمين على تعليمات موازنة عمت للسنوات والثاني اعتراض السوداني الذي ينتظر امرا ولائيا قضائيا لايقاف العمل بمواد اضافها الحلبوس للموازنة رغم إرادته. صدرت ونشرت وعملت فتعطلت. نعم الموازنة العراقية معطلة. شلون ما شلون ما تدري. السودان يقول ما تمشي. زين حتى لو قانون. ايه حتى لو قانون. زين حتى لو منشورة بالجريدة الرسمية. نعم حتى لو منشورة بالجريدة الرسمية. طيب شلون هيك؟ يقول لك الحكومة عندها حيلتين. حتى توقف الموازنة الأولى تأخير إصدار التعليمات من وزارتي المالية والتخطيط تعليمات التنفيذ والحيلة الثانية انتظار صدور أمر قضائي ولائم متوقع بإيقاف العمل بالمواد التي طعن بها السوداني بالموازنة لحين أن يتخذ القضاء قراره بشأن قيام رئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي بالتعديل على الموازنة دون موافقة السوداني وهذا أمر يختص بالتجاوز على صلاحية السلطات المفروض تحسمها المحكمة كسر بجمع الحال راح يوقف وكأنك يا أبو زيد ما غزيت وباقين على واحد على 12 إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا بس بيناتنا وإحنا قلناها من أول يوم السوداني تم تحديد صلاحيته بالموازنة بحيث منح وزير التخطيط صلاحيات مالية أكبر منه وهذا وزير وذاك رئيس وزراء وما نعرف هذه النقطة اللي حفزت السودان للاعتراض على باقي النقاط أم إنه فداحة الإضافات بالموازنة اللي جرت خارج علمه من قبل
مجلس النواب جعلت أمام مسؤولية سداد ما لا يملك له مالا، ومنها درجات وظيفية تقدر ب 300 ألف درجة وظيفية ليس لها غطاء مالي حقيقي وغيرها. وربما يكون التلاعب بصلاحيات إيكال المشاريع الاستثمارية بين ألف قوس وقوس لمن يلغي السلطة الاتحادية المركزية سبب في استثارة السوداني، أم أن كل هذه الأسباب مجتمعة راح تؤدي بالنتيجة لا تعطي للموازنة؟ لكن الخلاصة الحلبوسي والسوداني مختلفين، يعني النتيجة الموازنة معطلة كل العراق. انتظرونا بعد الفاصل. لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها، مو كل اللي قالوا قال يصلح ويصلح الأحوال، ولا كل من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمال. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة وشيرها من زخم للبصرة والعمارة، حط الساعد فوق الساعد صف الصف وما نتباعد، يجمعنا هالوطن الواحد يجمعنا هالوطن الواحد، بس حط ايدك انت بدي كلمة ونص ما نحكي الواحد، هاي ولاد وانت وياه مثل الوطن احنا بايدينا، حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وكلمه ونص. ارحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الرحمن الشيخ لي الخبير الاقتصادي والمالي، حياك الله. مرحبا، اهلا بك. وعبر سكايب من عمان الدكتوره سلام سميسي من الخبيره الاقتصاديه، حياك الله. اهلا وسهلا، اهلا بيك دكتوره. والدكتور زميل العزيز أهلاً بيك. عبد الرحمن الشيخ، تحياتي. والدكتور عمار العزاوي رئيس مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي من بغداد عبر سكايب، حياك الله. حياك الله. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، هواية انتظرنا الموازنة. نعم. مقررة يمكن راح يصير لها شهر. نعم. هسه راح أسألك شيء يعني له علاقة بالاقتصاد والقانون. نعم. يعني هو المعروف أنه الموازنة تقار كل سنة. نعم. في سبيل أن يعني هناك مشاريع، هناك جهد. نعم. تشغيلي واستثماري، لكن أليس هو يعتبر خرقا للقانون وتعدي على القانون؟ نعم. بأن تنشر في الجريدة الرسمية. نعم. أو يصادق عليها رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية ولا يتم العمل بها؟ شكرا جزيلا إلى حضرتك وإلى مشاهديكم وإلى ضيوفكم الكرام، خاصة دكتور سلام عزيزة. الموازنة وفق القانون تعد قبل سنة من آذار من السنة اللي تليها. نعم. وتستمر العمل بها على مراحل إلى دوائر ذات العلاقة إلى أن تصل إلى مجلس الوزراء في تشرين الأول أو الثاني. تصل إلى مجلس الوزراء يعاد صياغتها بشكلها النهائي وترفع إلى البرلمان وتقر، بس على شرط أنه أكو هنالك قبل أن تعد هذه الموازنة أكو حسابات ختامية لكل وزارة على حدة. هذا اللي دا يصير من عام 2005 واللي حد الآن ولا وزارة ولا موازنة صدرت بها حساب ختامي. هاي أول مخالفة دستورية أقول لك إياها، أو مو بس دستورية وإنما دستورية محاسبية اقتصادية قانونية مو صحيحة. اثنين، إحنا دا ننتظر الموازنة صار لنا سنة ونص، لأنه العام الماضي ماكو موازنة، والسنة صدرت الموازنة بنهاية شهر السادس. والآن صدرت الموازنة برقم 13 لسنة 23 على أساس أنه هي ثلاثية، وصدرت الموازنة ونشرت في الجريدة الرسمية إلا أنها كانت الجداول اللي ملحقة بها ما موجودة بالجريدة الرسمية، ولذلك المخالفات اللي صارت كثيرة. أحكي لك واحدة من عندهم. نعم. الطعون اللي قدمها السيد رئيس الوزراء على 12 فقرة، الأستاذ معين الكاظمي عضو اللجنة المالية يقول أضيفت هذه الفقرات على حين غرة وبدون علمنا باللحظات الأخيرة من أقرار الموازنة. هذا على حكية وموجود حكية الرجل، فإذا أكو تأثيرات سياسية على إضافة بعض الفقرات. هذا جنبه. الجنبة الثانية،
أنه السيد رئيس الوزراء عندما طعن بالمحكمة الاتحادية بالموازنة إلى الحق، لأنه دستوريا البرلمان لا يجوز له أن يتدخل في تفاصيل الموازنة بقدر ما أنه يستطيع أن يناقل وأن يخفض، أن يضيف فقرات ما موجود. ثالثا القانون الموازنة هو قانون سنوي يبدي من 1/1 بالسنة وينتهي ب 31/12 من نفس السنة، وما يخول الرئيس البرلمان صلاحيات السلطة التنفيذية، هو سلطة تشريعية فقط. لكنه لو تلاحظ الموازنة الأخيرة اللي صدرت بها إلى حد التدخل الشخصي بأمور السلطة التنفيذية، إلى حد التعيينات، الترقيات، تثبيت الوظائف، هذه مو من صلاحيات البرلمان. البرلمان سلطة تنفيذية، سلطة تشريعية. السلطة التنفيذية أنت اللي تسحب البساط من تحت أقدام السلطة التنفيذية، صحيح. وبالتالي تقول لهم تعالوا أنت اشتغلوا. ليش أنا اشتغل هذا؟ هذا مو شغلك أنت يا برلمان، مع جل احترامي للسادة أعضاء البرلمان واللجنة المالية، لكن هذا مو شغلهم والمفروض يعرفوا. وبصراحة أقول لك بعد واحدة من الأمور اللي خرقت القانون، أنه الجداول اللي صدرت اللي ألحقت بالقانون الموازنة تختلف عن الجداول اللي أقرت باليوم الأخير واللي معروف بعد ما صادق عليها في أكثر من نسخة يعني. اي بس الجداول تغيرت. الجداول واحده من الامثله نعم. انه في احد المواد يقول لمحافظي البصره والديوانيه والانبار، فيما اذا كانوا بحاجه الى تعيينات في مجال التربيه اداريين او تدريسيين، فمن حقهم ان يعينون في هذه المحافظات الثلاثه. من صدره الموازنه ونشرت بالجريده الرسميه، الجداول صارت بها اضافه لمحافظات اخرى. طيب، وهذا مو بس خرق القانون. اثنين، المسألة اللي أخليك حتى أطمئن المواطنين بها، أنه هذه السنة الاعتراض اللي قدمه والطعن اللي قدمه رئيس الوزراء لا يعطل سير الموازنة. الموازنة تمشي وده تمشي المفروض هسه. اللي يعطل 12 فقرة فقط في الأمر الولائي اللي طلبه الأمر الولائي، طبعا من الناحية القانونية عندما يقدم طلب المعترض رأسا يؤخذ على جنبه الموضوع الاعتراض، فالأمر الولائي على 12 فقرة وقف. ما ينفذ. لكنه بقية الفقرات تنفذ. يعني هسه المفروض بقية الفقرات نفذت أم لا؟ انت من تسالني الي اني ما اعرف اذا نفذوها او ما نفذوها. انا احكي لك قانونا ما يصير. قانونا ما يصير. دكتوره سلام، نفس المحور، هو اذا توقفت 12 فقره معترض عليها السوداني، بقيه الفقرات يعني هو مو من القانوني ان يشرع بالعمل بها للان؟ الموازنه حبر على ورق، مو عباره عن نسخ ولا عمل في هذه الموازنه حسب ما تشير كل المصادر. هذا مو خرق قانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. التحية لك ولدي وللزميل العزيز الأستاذ عبد الرحمن الشيخلي ولدي عمار العزاوي الدكتور العزيز. القضية هي بالضبط مثل ما تفضلتوا، وأنا أتفق تماما مع ما ورد من كلام زميلي وأستاذي عبد الرحمن الشيخلي. هذا من جهة. من جهة أخرى اليوم طلع يعني تصريح إلى السيد الناطق باسم مجلس الوزراء، أعتقد له مدير مكتبه العوادي، السيد العوادي، قال أنه بعد 10 أيام مباشرة ستطلق كل التخصيصات للموازنة. طيب، السؤال اللي نطرحه الآن أنا من باب يعني الفضول العلمي نقدر نقول، طيب منا إلى هاي 10 أيام، من يوم اللي طلعت هي على أساس أنه تطلع بالجريدة الرسمية تصبح نافذة المفعول. ويعرف أستاذي الشيخلي أي قانون يصدر من الدولة طالما يصدر في الوثيقة الرسمية بعدها هي يعد نافذة. لكن لحد الآن أنا أتعجب، لا تخصيصات ولا نفاذية ولا أي شيء. زين، شو وقت يعني راح يخلص شهر السابع؟ هل هي لأربعة أشهر فقط من السنة؟ يعني في حين إحنا ترى في شهر الثامن يجب أن تقدم يعني موازنة 24، وهم طبعا يعني الجهات المسؤولة استبقت الأحداث وصدرت لثلاث سنوات على أساس حتى تتجنب هذا الإحراج، لكن في حقيقة الأمر الإحراج ما زال قائما، لأنه كيف يمكن يعني اليوم إحنا مو قارين موازنة مال ثلاث سنوات؟ يعني وإذا كنا بشهر الثامن، ما إحنا عبرنا من شهر الواحد ويعتبر تأخير يا أبي.
هي القضية ما يخالف، لكنه أكو مسألة مهمة. أنت هذا كمية العجز اللي عندك. مرة أحد الضيوف في إحدى القنوات لما اعترضت على العجز، تعرف شي جاوبني؟ يقول لي هو وين عندهم وقت راح يصرفوها حتى يصير عندهم هذا العجز؟ هذا معقول؟ هذا غير معقول. هذا غير معقول. إحنا دا نعرف إنه الحياة الاقتصادية في العراق متوقفة، يعني ما كافينا تأثير الدولار وأزماته وأثر على الدينار العراقي. المرة إحنا قاعدين نوقف أكثر بأنه ما نطلق التخصيصات. طيب هذه القضية يعني تعيق شنو مثلا؟ تعيق أنا أتحدث عن أنه أكو مناصب ويعني شخصيات تتمثل بها السيادة العراقية، والسيادة العراقية مستمدة من الدستور والقانون. لذلك نعم. أقول أنه القدوة أو الشخص الذي تحت الأنظار اللي هو يجب أن يكون النموذج في تطبيق القانون اليوم يخرق القانون. هي هنا المشكلة. أنا عندي فتشي، إذا نقول حجاية واحدة، إذا كان من يحمي القانون هو من يقوم باختراقه، إذن من سيحمي القانون؟ وفي أي مسألة أي مجتمع أي دولة العلوية لمن؟ العلوية للقانون. فإذا ذهبت هذه العلوية إذن ماكو قانون. إذن معناها يعني كأنما تحولنا إلى حياة الغاب. من الذي يحكم حياتنا الآن؟ هو هذا السؤال. دكتور عمار حياك الله من جديد، وأسألك أنه هل سيطول أمد تنفيذ أو العمل بالموازنة؟ ومين راح تصرف الحكومة وهي مقدمة برنامج ضخم أضخم يمكن حتى من الموازنة بعدد الأوراق والنقاط والتفاصيل والتفريعات؟ مين راح تصرف وهذا السجال وما بين البرلمان والحكومة والقضاء؟ تفضل. بدأت تحية طيبة لك أخي العزيز ولضيوف الكرام العزيز الدكتور سلامة والدكتور عبد الرحمن ومشاهدي قناتكم. خلنا نتفق بدءا أنه الموازنة هي موازنة الشعب وموازنة البلد، وليست موازنة الكتل السياسية أو النواب أو غيرهم من التمثيل السياسي. هذه نقطة أساسية. الموازنة التي أقرت، حبيت أضيف أيضا أقول إحنا من 2020 ما عندنا موازنة، لأن تعرف جيدا خلال السنتين الماضية كان قانون الأمن الغذائي الذي مر وصول. عندما جاءت هذه الموازنة وأقرت في مجلس الوزراء تقريبا بحدود الشهر 12 أو الواحد على ما أعتقد، وكان يعني المفروض هي أصلا تقدم حسب ما أعلن رئيس الوزراء من شهر 12 يرسلها إلى مجلس النواب أو يصوت عليها في مجلس الوزراء وتذهب إلى مجلس النواب. التأخير الذي حصل في عملية الإقرار وفي عملية الذهاب والمناكفات السياسية طيلة الفترة التي سبقت تمرير الموازنة. نقطة أشار إليها الأخ العزيز دكتور عبد الرحمن أنه البرلمان عندما تأتي له الموازنة قانونيا لا يحق له التعديل، وإنما المناقلة، ويمضي بإقرارها أو إرجاعها إلى مجلس الوزراء إذا كان هنالك اعتراض على بعض الفقرات. أما عملية أن تذهب موازنة إلى مجلس النواب وبعد ذلك يتم الحديث عن أنه هنالك تغييرات في فقرات الموازنة، هاي طبعا مخالفة قانونية بالدرجة الأساسية. السؤال المهم أيضا، لماذا لم يتم الاعتراض أثناء جلسة التصويت أو أثناء التصويت على الموازنة؟ وهذا الأسئلة أنا لهذا الأسئلة دكتور عمار، يعني هو استهلاك الوقت. دكتورة سلام قالت إنه إحنا بشهر السابع، يعني قد يبقى لنا 4 أشهر، هذا في سبيل استهلاك الوقت والوصول. يعني عهدنا، إذا تسمح لي، عهدنا من الطبقة السياسية كلها بأن تماطل في نتائج الانتخابات، تماطل في تشكيل حكومة، تماطل في تشكيل مفوضية، تماطل وفي الموازنة أيضا تماطل، وعندنا 2014 شاهدة على الموضوع. لا الباو شوفوا أكو فقرة أنه الموازنة هي 3 سنوات، لكن في كل سنة تراجع، يجب تراجع حسب إيه تراجع حساباتها وتمضي. هاي نقطة أساسية. النقطة اللي قلتها، طيلة الفترة الماضية أغلب الوزارات لم تكن تعمل أو تتحجج بعدم وجود موازنة مالية أو عدم وجود مال يستطيع من خلال تنفيذ المشاريع المخصصات. انت اكو
العلاوات والترفيعات متوقفة صار سنتين بسبب عدم وجود موازنة منذ قانون الأمن الغذائي. هذه أيضا نقطة مهمة. الكثير من الفقرات هي متوقفة. الاعتراض اللي تم على 12 نقطة مثل ما أشاروا الإخوان أيضا بإمكان إيقاف هذه 12 نقطة ولكن تنفيذ والمضي بباقي فقرات الموازنة. لماذا دائما، السؤال المهم والأهم، لماذا دائما يحاول البعض أن يجعل من أي قانون أو أي قرار يراد له أن يقر وكأنه هنالك من نية تجاه المواطن أو تجاه الشعب، ولا كأنه هذه استحقاقات يعني أساسية. في كل دول العالم شاهدنا ونشاهد الموازنة تأتي وتذهب بدون إثارة أي لغط عليها وبدون إثارة أي مشكلات عليها إلا في العراق. عملية إقرار الموازنة كانت مشكلة، القراءة للموازنة كانت مشكلة، التصويت النهائي للموازنة كان فيه مشكلة. وهذا كله يؤثر، حتى عندما كانت في وزارة المالية كانت هناك مشكلة. ما هو التأخير بدأ منك؟ نعم هذه كل مشكلات أخي. الموازنة كما قلت في البداية هي موازنة شعب، هي استحقاق دولة. هاي أنا وياك متفقين، هاي أنت قلت خلينا نتفق، هاي أنا وياك والضيوف الأعزاء متفقين، ولكن الرؤية أو الواقع يقول غير شيء والمعطيات. خليني أروح للدكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، إحنا اليوم عندنا فيصل واحد هو الحاسم. دكتورة سلام قالت كيف من يجب أن يطبق القانون هو من يخلق القانون، إذن ما عندنا غير سلطة القضاء. واليوم السيد السوداني مقدم طعن عند القضاء، وإحنا اليوم نتهم كل السلطات بأنها عطلت الشروع بالموازنة وإقرار الموازنة. ما هو الدور المهم الذي ممكن أن يلعبه القضاء في هذه المرحلة؟ سيدي الكريم، طبعا احنا مع جل احترامي إلى القضاء العراقي اللي مشهود إلى بالعدالة والإنصاف، لكنه أيضا هنالك تأثيرات سياسية أحيانا تقع على هذا الموضوع. دليل أنه بعض الحوادث والأحداث اللي صارت كان التأثير الجانب السياسي حتى على القرار السياسي القرار القضائي أيضا كان أكو تأثير. ما نريد نذكر أمثلة لكنه قد تكون أمثلة بسيطة. بس في هذا الموضوع، هذا يتعلق في قوت المواطن، في مصير المواطن. أنت تدري سنة ونص المواطن العراقي ينتظر الموازنة، وتالي متالي يجي تتأخر بقرار من القضاء يمكن يلغيه الموازنة بالكامل. زين، هو القضاء يقدر أنه يسحب الثقة من كل الأشخاص أو المؤسسات؟ لا لا، ما له علاقة. لا هو ما له علاقة بالأشخاص، هو يحمي القانون. والقانون يقول لازم هي تقرب بيوم واحد. بالمناسبة من الناحية القانونية لو صارت جريمة قتل، إذا ماكو واحد مشتكي ماكو واحد يجرمه. طيب، فإذا الجريمة اللي ترتكب لازم أكو أحد يطالب بالحق العام. يلا القضاء ما له شغلة، يعني زي أحد يشتكي ممكن القضاء يعني يدخل. الآن القضاء ممكن أن يقلب الطاولة على الجميع في هذا الموضوع، في هذه المواد ال 12 ممكن أنه يقلبها يلغيها. أنا هسه أبدأ أسأل سؤال. نعم. للآن حتى نروح إلى الموازنة، يعني للآن الفقرات عند الأغلب أو الكثير من الناس، الفقرات اللي طاعن بيها السيد السوداني مبهمة، يعني ما معلنة. خلينا نقول لا، هي يفترض أنه معلنة، يعني هم بس اللي حد الآن ما أعلنت. لا بس سيدي الكريم إذا تسمح لي، لو نقارن بين النسخة الأخيرة اللي إحنا شفناها قبل التصويت عليها والنسخة اللي صدرت، راح نلقى أكو فروقات هواية. وضربت لك مثال قبل شوية على الجداول، وهنالك كثير من هذه النقاط موجودة سيعلن عنها في حينها. بس اللي أنا أريد أقوله أنه أول شغلة في أحد السنوات السابقة الموازنة عطلت بسبب طعن رئيس الوزراء بها، عطلت بالكامل. لكنه هذه السنة السيد رئيس الوزراء طلب أمر ولائي بتعطيل المواد ال 12 اللي ضاعن بها فقط، ولذلك سوف تستمر إلى نهايتها وإلى حين ما يصدر أمر القضائي بخصوص ال 12 فقرة فقط حصرا. فلذلك تعرف أنت أني يعني عندك معلومات بالفقرات ال 12 اللي ضاعن بها سيد السودان من 2-3 قد يعني أنا ضربت لك مثال معلن يعني عن هذا. أنا ضربت لك مثال التدخل بالأمور الخاصة للسلطة التنفيذية، هذا واحد من الطعون اللي ما مسموح لأنه شنو أنا ما عين مدير عام إلا بموافقة من البرلمان مثلا، ما يصير. هذه اختصاص السلطة التنفيذية، أو أثبت مدير عام أو مدير أو دائرة أو التعيينات، أو 300,000 درجة وظيفية ما عندي إلها مالي يغطيها.
هذا 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 اختصاص وزارة المالية والتخطيط أي. لأن هم اللي يعرفون ايش قد هذا اضافه البرلمان اي شو اضافه شو. انت تريد ترضي جمهورك الانتخابي حتى على حساب هذا الموضوع انت عندك يعني هذا راح ينجر الى الصراع السياسي اللي ما بين رئيس البرلمان طبعاً ورئيس طبعا يا سيد الكريم احنا عندنا 64 تريليون دينار عجز بالموازنة كنا نتوقع او على الاقل وانا ذكرتها في مناسبة سابقة انه هذا سعر البرميل النفط من حدة $70 في حين صندوق النقد الدولي قال اكثر من $64.5 ما يصير تحطوه هم حطوه $70 ليش حطوه $70 لو تلاحظ الموازنة اذا تقراها المبالغ اللي تمول الموازنة اذا ما صارت $70 راح تصير اقل ولذلك العجز راح يصير اكثر صحيح. فلذلك خلوا 70 على امل انه خلال الاسابيع القليله القادمه خاصه اثر الحرب الاوكرانيه الروسيه نعم. قد يرتفع برميل النفط واوبك بلس خفضت كميه الانتاج على اساس حتى يرتفع سعر برميل النفط طيب. ولذلك كانوا يصورون ها اضافه الى هذه الوفره الماليه اللي راح يوفر لنا ارتفاع سعر برميل النفط اكو عندنا 15 تريليون دينار من قانون الطوارئ قانون الامن الغذائي الطارئ باقي لحد الآن فكانوا يصورون أنهم ممكن أن يسدون هذا العجز من خلال هاي الفقرتين طيب. لكنهم على سفن الرياح تجري بما لا تجتهي سفنهم طيب دكتورة سلام وشنو أسباب اعتراض السيد السوداني على الموازنة تحديد صلاحياته وإعطاء صلاحيات ما موجودة دكتورة سلام طيب أسأل الدكتور عمار أروح الدكتور عمار دكتورة سلام ويانا؟ اي نعم وياك أه. اسباب اعتراض السيد السوداني على الموازنة فداحة الاضافات اللي اضافها البرلمان ومنها 300 درجة وظيفية وهو ما عنده مال يغطيها ام تحديد صلاحيات رئيس الوزراء يعني مقارنة بصلاحيات وزير التخطيط هي لا القضية من وجهة نظري المتواضعة انه صاير هنالك شد بين الأطراف وهذا الشد هو بسبب غياب الفهم الصحيح للصلاحيات كما تعلمون أنه الصلاحيات دائما تجي وفق القانون تبين فتصير بها بعض الخروقات دائما اللي يكون الفيصل فيها أنه يرجعون إلى القانون ولذلك هو هذا الفرق في وجود المحكمة الاتحادية لكن أكو قضية مهمة أيضاً أنه هنالك من نظر إلى أنه التعيينات التي منحها السيد السوداني للمحاضرين أو للعقود وكذا ومن هذه المسائل كأنما يعني أنه شافوا أنه كأنما ده تجير لطرف واحد لكن هي الكل عندهم نفس الاهتمام هذا الشيء انه كانما من اقعداني اقول زين ايش معنى مثلا استاذ عبد الرحمن ينطي واني ما انطي سيباعهم بس استاذ عبد الرحمن لا اني همين اريد نعم فصار مزاود هذا المزاود يعني اعتقد مو مكان الموازنه اي مو مكان الموازنه ليش لانه الموازنه مثل ما قال الدكتور عمار موازنه للشعب مصالح الناس متعطله نجي نقعد نعطل ونسوي هذه الاشياء هذا مو مكانه يعني الآن العراق يعاني كثيرا لأنه هنالك مشاريع كثيرة متوقفة وغير ذلك والاقتصاد وكذا وهنالك في نفس الوقت سيناريوهات لكي نبدأ صفحة جديدة من المشاريع وأولها طريق التنمية زين شو وقت راح نبدي وإحنا الناس هي أصلا ما مؤهلة وبعتها حتى ما لا تقدر ست قوت يومها فلذلك يعني مع شديد الأسف وجود هذه الاختلافات ووجود هاي الإضافات غير المعقولة على الموازنة هي يعني مثلا أنا بالنسبة لي شكلت لي مفاجأة يعني كبيرة لأنه ما توقعت شيء يعني المفروض كان يتفقون وهو صار بها جر وتطويل وإعادة هذا نقوله هو ما معروف عن الموازنة بأنه يتم الاتفاق عادة ما بالاجتماعات الغير رسمية بكافترية مجلس النواب بيت واحد من السياسيين وبعدين نروح للمجلس النواب نصوت مثل الحبابين وكلنا متفقين على كثير من الأمور لا وهي أقفت شيء يعني مثل ما تفضلت وذكرت هو شيء معين محدد دائما يعني في الاجتماعات السياسية في القضايا المهمة والقوانين المهمة يجري الاتفاق قبل أن تعلن في البرلمان صح وإحنا كمتابعين كنا كعراقيين كنا نتابع الإعلام
أخير شيء قبل ما يصدر التصويت قالوا أنه تم الاتفاق. كم مرة يقولون تم الاتفاق تم الاتفاق؟ زين تم الاتفاق، صوتوا صوتوا. طيب المفروض يعني بعد وراء كل هذا التمحيص المفروض ماكو اختلافات. زين فأنا هذا اللي عجبني، يعني هسه يعني بالتالي الأخيرة. بالتالي أمو أكو نقطتين دكتورة، يعني أكو نقطة تقول لا بسبب الصلاحيات هو لذلك طعن بالموازنة، وكو يقولون لا على الإضافات لأن ما يقدر يغطي. إذا على الإضافات فالموضوع مالي بحت، أما على موضوع الصلاحيات فموضوع إداري. يعني هل الموضوع إداري أم مالي سبب الاعتراض أم كلاهما معا؟ كلاهما معا. دكتور عمار أكو حيلتين مثل ما قلنا بالمقدمة للحكومة عدها ممكن أن تنتهجها. واحدة تأخير إصدار التعليمات من وزارتي المالية والتخطيط تعليمات التنفيذ، أو انتظار صدور أمر قضائي ولائي بالموازنة. تعتقد أيهما أقرب؟ معلومات المتواردة أنه وزارة المالية بدأت تصدر جزء من القرارات يعني لتنفيذ الموازنة. اليوم أعتقد اطلعت على كتاب يخص العقود في وزارة التربية أنه تضمينهم ضمن الموازنة، واعتبار خدمتهم الماضية كمحاضرين هي خدمة على أن يدفعوا التوقفات أو الاستوقافات الضريبية عليهم. يعني بدأت أكو هنالك عملية تنفيذ لفقرات، لكن العملية هي برمتها بطيئة. يعني تعرف أنت من تصدر كتاب لوزارة معينة للمضي يعني استحقاقاتها، هذا أنت الآن وصلنا كما أشرنا شهر السابق ومنتصف تموز، يعني بعد 4-5 أيام نكون منتصف تموز. متى ستنفذ باقي الفقرات؟ قلت لك منذ البداية هنالك علاوات وترفيعات واستحقاقات وظيفية متوقفة منذ سنتين، وكنا كنا ننتظر اقرار الموازنه للمضي بها ولعمليه تشريحها. اما عمليه صح احنا لازم اي شيء يمشي هو من خلال وزاره التخطيط وبالاتفاق مع وزاره الماليه، هذه النقطه الاساسيه. مساله حتى اقرار الموازنه اللي اشارت لها الدكتوره، شهر ونص انا بالضبط حاسبها في وقتها، شهر ونص ما بين هالاسبوع بعد يومين نهايه الاسبوع ستقر الموازنه، واستمرينا لمده شهر ونص فقط للقراءه الثانيه والتصويت على الموازنه. طيب هذه النقطه اخي العزيز اخي الكريم، المشكله الاساسيه في العراق ليس هنالك احترام للوقت وليس هنالك احترام لحاجات الناس ومصائر الناس ومستقبلهم ومصير الناس. قلت لك أنا أشرت في بداية الحلقة، كل قانون وقرار هو للشعب أو للمواطن يصور وكأنه منية، عندما قررنا وسوى كأنه منجز. أخي ارجع وشوف مجلس النواب، مع احترامي لمجلس النواب، كم قانون وقرار صوت عليه منذ تشكيل المجلس الأخير ولحد الآن، تمام صح، مقارنة بالمجالس السابقة. أكو نقطة أساسية دائماً، الصراع السياسي ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. هنالك صراع سياسي يكون ربما معلن وهنالك صراع خفي. الصراع الخفي هذه نتاج أحيانا تكون ليس في هذه الحكومة فقط، ولكن في حكومات سابقة عديدة كان هنالك صراع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية انعكست على عملية إقرار الموازنات السابقة وحتى السابقة. تذكرون ونذكر جيدا، الموازنة أطرت بشهر الواحد أو الشهر الثاني ولا واحدة، كل الموازنات كانت إلى الشهر الرابع والخامس. لذلك دكتور أنا أسأل عن دور القضاء وتقرب اللحظة الأخيرة دكتور، لحد لذلك أنا أسأل عن دور القضاء اللي المفروض يحسم هذا الموضوع. ما ممكن يعني اليوم أي واحد يخلق القانون من المواطنين يعاقب وفق قرارات قضائية وقاضي تحقيق ومحكمة وكذا. الناس هذول ليش ما يعني لماذا لا يعني احنا نطلب من تدخل القضاء بهذا الموضوع؟ يعني كنا ثقتنا عاليه بالقضاء العراقي، لذلك احنا نطلب منه وينصف الكثير من الفقرات في الموازنه التي هي تم المواطن. اخي ما ذنب المواطن ان تتاخر عليه مخصصات او تخصيصات او رواتب او غيرها من الامور،
وكنقطة الأساسية أشير إليها، الموازنة وضعت بها بعض الفقرات، هي ليست من تخصص أو اختصاص الموازنة، عملية تغيير المدراء العامين شلها الموازنة دخل. الموضوع الأساسي اللي أراد أن يمشي والطأمة الكبرى موضوع إنشاء الدراسات العليا بالكليات الأهلية، هذا ما اختصاص الموازنة بي. شنو دخل الموازنة؟ طيب. شنو هم المواطن؟ المواطن اللي همه كبير شنو دخله بموضوع أنه والله تشكيل دراسات عليا؟ واضح. خلينا نقسم الوقت بعد الباقي دكتور عمار. دائما عزيزي بس في أقل من ثواني معدودة. نعم. دائما هنالك من يريد أن يمرر البعض، لا أقول الجميع، يمرر ما يرى فيه مصلحته السياسية أو الحزبية أو المصلحة الضيقة على حساب مصلحة ما هو المعارف. جاي لهذا الموضوع على هذا الأساس. دكتور عبد الرحمن، عدم المضي بالموازنة إلى يوم 9/7، وهذا الشد والجذب ما بين البرلمان وما بين الحكومة وما بين اللجوء إلى القضاء وما بين توقيف الموازنة وتأخيرها، هذا يعد فشل حكومي لو فشل سياسي. إذا تسمح لي بهذا الموضوع قبل ما نبدأ نتناول تفاصيل هذه النقطة اللي تحكي بها، أكو موضوع أنه الحكومة عندما شكلت وفق توافق سياسي. أي واضح. وصارت التشكيلة الوزارية نعم. والكابينة الوزارية اللي ترأسها السيد السوداني على أساس اتفاقيات تمام. ومع الكتل والكيانات السياسية اللي صار بعد قرار الموازنة، الأطراف اللي كان السيد السوداني متفق وياهم على أنه ينفذون الكابينة الوزارية خرقوا الطريق وراحوا غير مكان وما قبلوا على نفس التوصيات، ولذلك صار اللي صار. طيب مو أنا من إجيت قدمت لكم البرنامج الوزاري للبرلمان وقعدتوا يا أعضاء البرلمان ووافقتوا على تفاصيله، تجي الموازنة تضرب عرض الحائط وتصدر تفاصيل تتقاطع مع البرنامج الوزاري. هذا واحدة من أبرز النقاط اللي اعترض عليها السيد السوداني في الطعن لدى القضاء. هو كان المفروض أنه هذا البرنامج هو بالأساس عندما البرنامج الوزاري وافقوا عليه في البرلمان، وافقوا عليه يفترض انه توافق سياسي بين كل الاطراف اللي قاعده تحت مظله البرلمان. تفاجئنا انه بالموازنه صار مناقشه الميزان الموازنه انه كل واحد يجر طول والاخر يجر عرض، وبالنتيجه ما قدرنا نحقق طيب. هذا التوافق. هذا فشل 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 حكومي عدم هو يعني مو بس فشل بس اذا تسمح لي سيد الكريم، احنا اكو ملاحظه جدا مهمه، يعني الفشل لمن نجيره وعليه من نجيره ومنو اللي النظام السياسي ام الحكومه؟ احنا كعراقيين وحتى مو كعراقيين، حتى ككل البرامج الوزاريه والانتخابيه والسلطه التنفيذيه في كل العالم، عد ما يدخلون تحت قبة البرلمان وأنا قايلها في أكثر المناسبة، ينزع الجاكيت مالت الكتلة السياسية اللي وصلتها إلى هذا المنصب ويلبس البدلة أو القميص اللي يمثل الشعب ويتحدث باسم الشعب ولا يتحدث باسم الكيان السياسي. هذا شعار اللي هو. هذا مو شعار والله. يا سيد يعني الكريم إحنا عندنا 239 كم عضو برلمان عندنا؟ 329 أو 28 كل واحد من يعني كل 4-5 حسب الحصص مالتهم يشكلون كيان ومتقاطعين. لكن يا سيد الكريم إحنا اللي نقول المفروض في كل الديمقراطيات العريقة في كل الدول العالم السياسيين عندما يوصلون تحت قبة البرلمان تصير أمامهم مظلة واحدة هي مصلحة البلد. هاي بالنظرية لكن بالتطبيق الموضوع مختلف. إذا أكو مشكلة إذا مشكلة تنظيمية هنا صارت عندنا. دكتورة سلام، منح المناقلات لوزير المالية جميع وزير التخطيط جميع المناقلات لوزير التخطيط وتقليص صلاحيات رئيس الوزراء، هو يصير هذا بالقانون أو هو هذا الشيء المعمول به بالموازنة أنه يمنح كل المناقلات لوزير التخطيط؟ وما مدى يعني صحة أنه رئيس البرلمان هو الذي حدد هذه الصلاحيات أو أثر على من يصوت بتحديد صلاحيات رئيس الوزراء وإعطاء صلاحيات لوزير التخطيط بصفته هو يعني جزء من يعني تكتله السياسي؟ هذه محاصصة المحاصصه اي يعني اقصد عن صلاحيات مناقلات منحها لوزير التخطيط كل المناقلات. اسمح لي شلون قاعد حتى يرضوهم رئيس الوزراء الشيعي وزير التخطيط سني اي لما يشتكون ما عندنا صلاحيات اعطوهم صلاحيات المناقله اي يعني اذا هذا متفق عليه مو سبب للاعتراض لا اي هذا متفق
لانه وزير ليش ما طوها للماليه؟ لانه وزيره الماليه شيعيه. اها زين، بس هو بالموازنه يعني بالنظام الاقتصادي بالعمل الاقتصادي اللي خاص بالاموال والموازنه، هذا مسموح به انه امنح صلاحيات وزير التخطيط للماليه وليس للتخطيط، للماليه المناقلات وليس للتخطيط. طيب سؤال اخر، شلون تشوفين مصيرنا يعني بشكل سريع؟ انا ادري بيك يعني استغل وجودك، شلون تشوفين سياسه البنك المركزي بموضوع الدولار؟ نجحت الحكومه بعدها تعالج بطريقه بصراحه بدلوا جهد كبير وقدروا يعني ينتشلون البلد الى حد ما من الازمه، لكنهم لحد الان لم يصلوا الى مستوى الطموح. طيب دكتور عمار، الختام إلك، واسال عن مصيرنا بعد هذه الحلقه، يعني شو وقت تقار الموازنه؟ هذا حسب فشل سياسي للنظام كله، لو فشل حكومي؟ هاي التساؤلات اللي يسالها الناس، هو منو مؤثر على تاخير الموازنه؟ مصائر الناس وين؟ نعم بس ردت اشير على نقطه مهمه جدا. تفضل. وزاره التخطيط في الحكومات الماضيه، يعني تقريبا الى حد حكومه 2014، لم تكن او لم يهتم بها الكثير. تتذكرون جيدا كانت وزارات التخطيط دائما الاهتمام بها ليس بالاهتمام الكبير. بعد 2018 وبمنح الصلاحيات اللي تكلمنا عنها بالمناقلات الماليه، والان وحتى في الحكومه السابقه وقبلها، اي محافظه او اي وزاره لا تستطيع ان تحرك حجر على حجر بدون موافقه وزاره التخطيط. اعتبرت وزارة التخطيط أو الآن تعتبر واحدة من أهم الوزارات التي يتم الصراع السياسي عليها. هذه النقطة الأساسية اللي حبيت أشير إليها. زين. دائما إحنا بين النظرية والتطبيق فارق كبير في دول العالم الثالث. هنالك نظريات وهنالك تطبيقات لهذه النظريات، نحن بعيدين عنها جيدا. لأن دوما الاقتصاد والأمور الاقتصادية بالدول المتطورة تنهض بالدول هذه، ولكن في دولنا تنهي هذه الدول. ختاما أقول لك الموازنة ماشية ستمشي يعني ستنفذ فقراتها، لكن هذا التنفيذ البطيء وهذا اللي يترك الحكومة بحرج، لأن أنت تعرف جيدا المواطن ما يذنب الصوت على مجلس النواب ولا راح يذنب الذنب على رئاسة الجمهورية، راح يقول الحكومة عطلت. طيب. والحكومة فعلت كذا والحكومة أخرت كذا، وهذا أراه أيضا مقصود سياسيا. طيب. الدكتور عمار، شكرا دكتور عمار عزاوي، رئيس مركز اليرموك الدراسات والتخطيط الاستراتيجي من بغداد، شكرا جزيلا لجنابك. الدكتورة سلام سميس من الخبيرة الاقتصادية عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لجنابك. دكتور عبد الرحمن الشيخ الخبير الاقتصادي والمالي، شكرا جزيلا لجنابك. مشاهدينا الكرام ومواطنينا الأعزاء ويا عراقيين، خلينا نسولف وياكم يعني بعض الكلمات. إلى النظام السياسي برمته، العمر بهاي الدنيا مرة واحدة، وتخيلوا 20 سنة احنا قضينا من هذا العمر معاكم، مع مماطلتكم، مع مساومتكم، مع كل الأساليب اللي احنا عرفناها وعرفنا خفاياها وكواليسها، مو من أحد منكم انتوا أيام الصراع قبل لا تكونون أصدقاء ومتصالحين. السياسة عملية مصالح، لكن المماطلة هاي مو بصالحكم. ترى 2019 مو بعيدة، وعرفنا شلون، شفنا الأشكال وشفنا التصرفات وشفنا السلوك وشفنا التصريحات. فلا تماطلون على أعمار الناس، ممكن هسه أكو هدوء، أكو نوع من الترقب، يلا ما يخالف خلنا نعطيهم مجال لحكومة الخدمة الوطنية النابعة من النظام السياسي التوافقي. وين الخدمة الوطنية لما الموازنة تتأخر 7 أشهر وللآن ما باتين بيها؟ مستقبل الشباب اللي يريد يتزوج واللي يريد يعني يكون نفسه والطامح بأنه يحقق شيء لذاته، اللي عنده اكتشاف واللي عنده براءات اختراع واللي عنده يريد يسوي نفسه كيان وكينونة وهوية. انتوا دا تماطلون بيها في سبيل والله فلان اخذ مني صلاحيات. هذا النظام
انتم متوافقين عليه، وهي الحكومه حكومه اجت عبر توافق، وعرفنا سنه كامله بلا حكومه. فالعمر مره واحده، وما اعتقد العراقيين بعد راح ممكن يهدرون من سنينهم الا اذا كانوا مسترخين وراضين. شكرا جزيلا، تحياتي وتحيات المهند حسين سعدون وتحيات كل فريق العمل. البعض يسقيك الحقيقة زاهدة، والبعض يخلطها سموما بالعسل. يا طريق الأسرار من بين الجمل، خير الكلام خير الكلام كلام ما قل ودا. إذا انتبه عجل انتبه، لا عاد انتبه قاط انتبه جاد انتبه. الناس في لغة الخطاب مشارب، فاحرص لنفسك أي كأس تشرب. إنا وفي زمن بوام غارق، غير الحقيقة ليس يصلح مركب. الموروث لازم نحكيها بيها وبيها وبيها وبيها، كلمة تصبر على أولها بالنص رح تعرف تاليها. وكل اللي قال وقال يصلح ويصلح الأحوال، ولكن من يوعد يوعد ينجز ويحقق أمان. والله نركب طيارة واسوي لي إشارة، وشيرها من زخم البصرة والعمارة. حط الساعد فوق الساعد، صف الصف وما نتباعد، يجمعنا هالوطن الواحد، يجمعنا هالوطن الواحد. لا تحط ايدك انت بدي في الموضوع، ما نحكي الواحد.